السلام عليكم. ندير لكم يا ربي زوج دقائق و48 ثانية. شوفوا احنا كيفاش رخصنا روحنا المسلمين، ولاو الإسرائيليين الصهيون الكلاب يطاولوا علينا. قولكم انتوما العرب ماشي متفاهمين، انتوما المسلمين ماشي متفاهمين. هو الكلام هذا الكلام. خليني اروح للسيد كدار. سيد كدار، الا تخشون من ردة فعل الشارعين العربي والاسلامي؟ يعني انتم مش خايفين من الشارع العربي؟ والله ما على بالهم. بالعكس، الشعب العربي والاسلامي يعلم بان مصدر اسم القدس هو اصلا بيت المقدس. بينما هذا هو يعني ما ذكر الاخ في استوديو، بيت المقدس ليس الا الصوره العربيه لبيت مقداش، هذا هو الهيكل اليهودي. هذا دليل من اللغه العربيه بان هذا المكان كان بيت مقداش اليهودي، وهذا انتقل الى العربيه باسم بيت المقدس. وهذا هو اصل كل من له كثرة عقل في رصه يعني يعلم هذه الحقيقة. ولكن نحن شوف، أقول لك بمنتهى الصراحة، نحن في إسرائيل لا نعتقد بأننا نريد السلام مع العالم العربي. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. العالم العربي لا يعلم ما هو السلام. وأنتم فاقدون، وأنتم فاقدون. بس أنا بدي أذكره. طلبت مني أن أسكت. طلبت مني. شوف ما يدور بين السنة والشيعة، شوف ما يدور بين الكرد والعرب، شوف ما يدور بين قبائل ليبيا وقبائل يمن، وشوف ما يدور بين إيران وباقي الدول العربية التي تأخذها كالبيض من الأرض. والعالم العربي ساكت فاشل، ليس له سلام لا داخليا ولا خارجيا. نحن سنكون يعني سعداء للانضمام للسلام العربي. إذن اعملوا السلام بينكم، بين القبائل وبين الطوائف وبين الأديان، بين المجموعات الإثنية. نحن سننضم إلى السلام العربي. ولكن العالم العربي اليوم مستنقع من النار والدموع والدماء. من يريد التقرب منكم؟ من يريد أن يتكلم معكم؟ العالم العربي فاشل، الأمة الإسلامية فاشلة. من يريدكم؟ أنتم شر أمة أخرجت للناس. أستخير شر أمة ما والله خير أمة رغم أنفك، رغم أنفك وأنف بني صهيون. نحن دولة متقدمة، نحن دولة ديمقراطية، نحن دولة ويت قتلوا دراري. الطب في إسرائيل، لو فتحت إسرائيل أبوابها أمام العرب لانتقل نصفهم إلى إسرائيل في اليوم الأول، والنصف الثاني في اليوم الثاني. مش يقتلوكم. الحقيقة الناسية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها أوهام في استوديوهات الجزيرة. شوف كيفاش ولاو بني اسرائيل يهضروا علينا ويقول لك حنا اسوأ. يا رب سبحان الله ولا اله الا رسول الله. بون لا فيديو راح نديرها لكم دوكا، درتها بالعاني مع بني اسرائيل باسكو هادو ما مكروهين، هادو الشيعة. اسمعوا مليح الكلام تاعو. نحن شعب لا يستحي. صح. ألسنا من بايع الحسين ثم خنا؟ درتوها. ألم تكن قلوبنا معه وبسيوفنا ذبحنا؟ هنا. ألم نبكي الحسين بعد أن سممناه؟ ما تتمنوش. ألسنا من ولى علي وفي صلاته طعنا؟ ألسنا من عاهد عمر ثم غدرنا؟ ألم ندعي حبه وفي الصلاة لعنا؟ قسما نحن شعب لا يستحي. نحن قطاع الطرق وخونة الدار، نهدر دم المسلمين ونهجم على الجار،
نعتمر عمائم بيضاء وسوداء وما تحتهما عار؟ والله نحن شعب لا يستحيل. نحن جيش القادسية وجيش القدس وجيش أم المعارك وجيش المهدي، ونحن أيضا أتباع الأعور الدجال. نحن خدم الحسينيات والمتاكي والكنائس والملاهي والبارات، ونحن أيضا أتباع الشيطان تحت السروال. نحن شعب لا يستحي، قاتلنا إيران مع صدام وحاربنا مع إيران ضد صدام. بربكم هل رأيتم كهذا الحجب من الانفصام؟ نحن شعب لا يستحي. مبروك، عراقنا أكبر حديقة حيوان بشرية، حكومتها إيرانية تحكم قطعانا عراقية، برلمان معاق كله سرسرية، خراف شيعية تقودها مرجعية خرنقعية، وأخرى صوفية توجهها هيئة تمضرطية، وحمير كردية تتسلى بها الصهيونية. والله نحن شعب لا يستحي. ننتخب لصوصا وقوادين وقتل وسفاحين، وندوس على الشرفاء بالقنادر، ننام ونشخر وشرف بناتنا حبيس الزنزانات وفي متناول العساكر. نحن شعب لا يستحي. نجاهد في خنادق حزب اللغو وتكية علماء المفلسين. نحن شعب لا يستحي. طز حتى لو كنا أول شعب علم الإنسانية الحرف، فنحن أيضا أول شعب ما عاد وراءه وراء وأصبح في آخر الصف. طز حتى لو فرنا في العشرين ضد البريطانية، فنحن أيضا أنصار الاتفاقية الأمنية. وألف طز حتى لو كنا أول من سن القوانين وصان الحرية في بابل، فنحن أيضا أول شعب ذبح أبناءه على الهوية ورمى جثثهم في المزابل. نحن شعب لا يستحي. نستعجل ظهور المهدي باللواط، ونخطف العذارى ونغتال الطبيب والطيار. نحرم أكل السمك الجري ونقطع رأس من يثرم الطماط مع الخيار. قسما نحن شعب لا يستحي. نحن نستحق أن يحكمنا أنصاف الرجال ويدوسنا الأمريكي بضسطاله، وأن يلطمنا القاسي والداني بنعاله، فهذا جزء من جزاء خيانة الأمانة. نحن شعب لا يستحي. لسنا سوى سبايا تتقن البكاء على الكهرباء ونعي انقطاع الماء ولعن السماء والكفر بالأنبياء، محترفون في تفجير قباب ما يسمى الأولياء وشتم الخلفاء وتنصيب الفاسقين في مقام الأمراء. شواربنا للزينة ورجولتنا عورة العورات، وأكبر كذبة ما يسمى بالكرامة والكبرياء. ملاحظة: من يريد أن يرميني بأشنع الأوصاف وأقذر الصفات على ما قلت فأنا موافق، فلن تكون الشتائم أكبر من شتيمة أن تكون عراقي في هذا الزمن وترى بأم عينك ظلم وطغيان حفنة من اللصوص يقابله صمت شعبي عارم يبعث على التقيؤ والإشمئزاز والقرف. والله غير عنده الحق. هادو في زوج الصهيوني والشيعي، يعني سوا من أكبر القوادين، من أكبر المنافقين، من أكبر بحبت ندير لكم اون اوتر فيديو، ان شاء الله تكون
فيها زوج دقائق بعد هذه إن شاء الله. السلام عليكم.